ولحد ما مشيت معرفتش اسمه الحقيقي. يعني حتى لو كان قال اي اسم ازاي نتأكد ان ده اسمه الحقيقي فعلا؟ كارثة حسن ان نظام البطاقات الشخصية مش معمول بيه في مصر لحد دلوقتي لسه. نظام ايه ده بس اللي الواحد ما يقدرش يتأكد فيه من شخصية اي مواطن؟ ونويت على ايه؟ قبل ما انوي على حاجة لازم اعرف الولد ده هو مين فعلا. حطيت خطة. انا قدامي دلوقتي 6 اسامي، واحد انجليزي والتاني فرنساوي والتالت يهودي وتلات اسامي مصرية. حسن ومرقص وكوهين. ايوه، واحد في بورسعيد والتاني في اسكندرية والتالت في القاهرة. الاسماء المصرية مقدور عليها يا محسن، لكن هتعمل ايه في الاسماء الاجنبية؟ فيش قدامي غير مصلحة الجوازات والجنسية. واذا ما لقيتش حاجة يفضل الانتربول وليفي كوهين. مشكلة في الاسم ده يا ابو علي انه اسم شايع بين يهود مصر ما يدلش على حاجة، انما في نفس الوقت بيشير لاحتمالات خطيرة جدا. قصدك ايه؟ انت فاكر الولد اللي اسمه ماكس بينيت اللي كان عايش بينا وبيشتغل موظف عادي جدا في شركة فورد، وبعدين اتضح بعد كده انه المسؤول الاول عن عمليات الموساد في مصر؟ قصدك ان الولد ده ممكن يطلع منهم؟ الغريبة يا حسن ان الولد ده قوي، لو رأيته بعناية تلاقي فيه قوة غريبة ورغبة مخيفة للحياة. تصور هو مسجون والحديد في ايديه ومع ذلك واثق انه في الاخر هينتصر. الولد ده في حاجة غريبة غريبة فعلا. ده اعجاب بقى. عايز الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؟ انا فعلا معجب بالولد ده. اهدي في حد ذاتها مشكلة. ليه؟ افرض انك عرفت حقيقته فعلا وانه طلع مصري زي ما انت بتتمنى، وانك زرعته في المجتمع اليهودي هنا في مصر على انه يهودي. لازم تعلمه لغات يا محسن، مفيش يهودي ما يعرفش بدل اللغة لغتين. لا دي محلولة. ازاي؟ اصل الولد ده نطق جملتين قدامي، واحدة انجليزي والتانية فرنساوي، انما طريقة نطقه بتدل على انه متعلم ويعرف لغات فعلا. معقولة دي؟ يعني على الاقل عنده الاساس اللي يخلي المهمة سهلة بعد كده. انا معاك اوكي، يعني الولد من الناحية الشكلية ينفع يهودي. تعرف العيال اليهود بتوع نادي المكابي اللي الواحد منهم يفضل طول الاسبوع يحوش عشان يوم السبت يشتري ازازة حاجة ساعة، ويفضل طول الليل يرقص عليها مع البنت بتاعته؟ اهو الولد ده شكلهم بالظبط، ينفع يهودي لدرجة ان خايف يطلع يهودي فعلا. برضو تفضل مشكلة. ايه هي؟ افرض ان الولد ده طلع الصاغ سليم من كله، هيقبل انه يروح اسرائيل؟ مش عارف يا حسن، ده اللي ما اقدرش اقولك عليه دلوقتي. على العموم مفيش قدامك الا انك تخوض التجربة، مش كده؟ هتحط خطتك امتى؟ انا خطتي بدأت فعلا من ساعة وشوية. هتعمل ايه؟ اولا لازم اضيع اثر الولد ده تماما، لازم امحيه من الوجود نهائي. ازاي؟ الاسامي الستة لازم تختفي، وتختفي معاها كل ورقة بتدل عليه او تشير اليه من اي قسم او مركز او مديرية. لازم الولد ده يتحول الى شبح يتبخر في الهواء. لازم. برضه ازاي؟ شوف يا سيدي،